اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات سي سي ان اي. في الحلقه ديت ان شاء الله هنتكلم عن تشابتر بتاع او نكمل جزء الاس دي ان، وهنتكلم عن الاس دي اي. احنا كنا قلنا في التشابترز اللي فاتت او التشابتر اللي فات ان الاس دي ان عند سيسكو في ثلاث حاجات، تمام؟ في الاي سي اي، وفي الاس دي اي، وفي الاس دي وان. الاي سي اي دوت بتاع الداتا سنتر، ودوت انت تقدر تذاكره من كورسات السي سي ان بي داتا سنتر، يعني لو انت عاوز تفاصيله يعني. الاس دي اي هو بيتشرح هنا نبذه، وبعد كده في السي سي ان بي راوتنج اند سويتشنج بيتشرح، وليه كتب لوحده، وانا عامل له بلاي ليست على التشانل هنا، احط لك اللينك بتاعها هتلاقيها ظاهره كده فوق يمين او شمال على حسب اللغه بتاعه اليوتيوب عندك. ممكن بعد ما تخلص السي سي ان اي تبتدي تخش فيها. والاس دي وان دوت ليه كورس لوحده في السي سي ان بي برضو راوتنج اند سويتشنج اللي هو الاس دي وان، تمام؟ طيب احنا المره دي ان شاء الله هنتكلم عن الاس دي اي. قبل ما نبتدي، لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك، فعل زر التنبيهات، واعمل لايك وشير للفيديوهات. بسم الله. هنا علشان يفهمك الاس دي اي هو بس محتاج يشرح لك كده حاجه مبدئيه. بص، احنا مبدئيا شرحنا الاس دي ان عموما في الشابتر اللي فات اللي هو شابتر 16، وعارفين ان في كنترولر وفي كذا اي بي ايز للكنترولر دوت، يقدر ان هو سواء ساوث باوند انترفيس يتحكم في الديفايسز اللي تحته زي هنا، او نورث باوند انترفيس ان الادمنستريتورز يتحكموا فيه. It still use a physical network with switches and routers, cables and various endpoints. يعني هو لسه فكرة ال SDN بتستخدم عادي برضو السويتشات والراوتر وكل حاجة. جميل. At the center of its digital network architecture DNA center controller. هنا بقى في ال SD Access اللي هو ال SDA ده اسم التكنولوجي بتاعة سيسكو في ال SDLAN أو ال SDN بتاعة ال Enterprise LAN. مكافأة كده لكلمة الـ ECI. طيب الكنترولر بتاع الـ ECI كان اسمه ايه؟ كان اسمه EPIC. طيب الكنترولر بتاع الـ SDA اسمه ايه؟ اسمه DNA Center. DNA Center. وزي ما قلت لك هتلاقي لينكات سايبها لك لسلسلة عن الـ DNA Center وسلسلة كاملة عن الـ SDA. تمام؟ طيب الـ هنا بقى علشان نفهم الـ SDA دوت بيشتغل ازاي، محتاجين كده نفهم كذا كونسبت سيسكو بتقول لنا عليه. انا هبتدي من يعني هبتدي بالاندرلاي الاول. ايه معنى الاندرلاي؟ الاندرلاي عباره عن ايه؟ The network of devices and connections, cables and wireless to provide IP connectivity to all nodes in the fabric. يبقى هي النتورك اللي فيها devices وconnections، هي الكابلات، هي الراوتر، هي السويتشات. هنفهم ايه يعني ايه كلمة فابريك ده. With a goal to support a dynamic the dynamic discovery of all SDA devices and endpoints as a part of the process to create overlay VXLAN tunnels. طيب بالراحة كده. ال underlay هي الراوتر والسويتشات والاكسس بوينتس والوايرلس كنترولرز اللي موجودة في النتورك الأصلية والكابلات، تمام كده؟ جميل. فوق أو كلير زيادة عن أو كلير فوق الأندرلاي في حاجة اسمها أوفرلاي. إيه الأوفرلاي؟ The mechanism to create VXLAN tunnels between SDA switches which are then used to transport traffic from one fabric endpoint to another over the fabric. خلينا كده ناخد مثال بسيط ملوش علاقة بال SDA. انت حضرتك عندك راوتر وراوتر هنا على الانترنت، وفتحت ما بينهم IPsec tunnel زي ما كنا شرحنا قبل كده.
وفي عندك هنا الإنترنت. الإنترنت بالرواتر بتاعتك، الحاجات دي كلها كده اللي بالأخضر ديت بنسميها underlay network، هي الفرشة بتاعت النتورك. طيب والأوفرلاي الاي بي سيك تانل، مش كأنها بتديك كوميونيكيشن دايركت ما بين الراوترين دولت، ديت بسميها اوفرلاي، اللي هي راكبة فوق الاندرلاي، اللي راكبة فوق الاندرلاي. تمام. طيب النتورك بتاعت الاوفرلاي ديت، اللي هو بقى مين بالاوفرلاي واصل بمين، دي بنسميهم فابريك. والفابريك اللي هي القماشه، هي عباره عن ايه؟ هو مش بس الاوفرلاي، هو الاوفرلاي والاندرلاي، يعني كل اللي فوق دوت سواء اوفرلاي او اندرلاي هو الفابريك. هو الفابريك كومباينيشن اوف اوفرلاي اند اندرلاي which together provide all features to deliver data across the network with the desired features and attributes. هو القماشه اللي بتسمح لك ان انت تقصقصها وتخيطها بحيث ان انت تدي شكل النتورك اللي انت عاوزه علشان الداتا تمشي عندك بالفيتشرز اللي انت عاوزها. تمام كده. طيب نبص كده، انا هنا دي مثلا شكل الاندرلي. الاندرلي عباره عن مجموعه سويتشات، والله براحتك ممكن تكون دول كلهم اكسس سويتشز ودولت ديستريبيوشن مثلا، او دولت اكسس ودولت كور، او وات ايفر دولت اكسس ديستريبيوشن كور. المهم ايا كانت شكل الاندرلي. هنا بقى لو انت عاوز تبعت ترافيك من يوزر هنا ليوزر هنا، شكل الاوفرلاي بقى بيبقى عامل ازاي؟ السويتشات، وده في الاس دي اي بقى ده اللي بيحصل، وهو على فكره في الاي سي اي بيحصل كده. السويتشات بتقوم فاتحه ما بينها وما بين بعضها تانل، التانل دي بتبعت فيها الترافيك. البروتوكول اللي بيستخدم للتانلينج هو الفي اكس لان، ده بروتوكول اسمه في اكس لان، ليه شويه مزايا بس احنا مش هنتطرق ليها ان شاء الله، لو شفت كورس الاس دي اي هتفهمه بالتفصيل. تمام. طيب فهنا بيفتح تانل ما بين السورس، السويتش بتاع السورس والسويتش بتاع الديستنيشن بالبروتوكول بتاع الفي اكس لان. فالفي اكس لان تانلز هي الاوفرلاي، والاندرلاي هي السويتشات والرواتر والاي بيهات والفيلانات اللي موجوده على الديفايسز ديت. جميل. في الاندرلاي بقى انت بيبقى عندك اوبشن من الاثنين، هظبط ازاي الاندرلاي؟ يا اما انت تعمله بايدك، يعني تدخل على سويتش سويتش تعمل الكونفيجريشن والفيلانات والاي بي هات والكلام دوت. طب هو اصلا ايه المطلوب؟ المطلوب ان يبقى فيه اي بي ريتشابيليتي ما بين السويتشات وبعضها، علشان لما ييجوا يحبوا يفتحوا تانلز يمشوا فيها ترافيك يقدروا يفتحوا التانلز دي. فالهدف الاساسي انا عاوز اعمل كونفيجريشن للاندرلاي عشان اوصل لايه؟ لان يبقى في اي بي ريتشابيليتي ما بين كل السويتشات وبعضها. طيب الاي بي ريتشابيليتي ديت ممكن اعملها عن طريق مانيوال، ادخل على سويتش سويتش اعملها، او اوتوماتيك او اوتوميتد، يعني عن طريق الدي ان اي سنتر اللي هو ال كنترولر بتاع ال SDA. جميل. في كلا الحالتين عشان اعمل ريتشابيليتي او اي بي ريتشابيليتي بتعامل مع السويتشات دي كلها على انها راوترز، وبقوم ما بينهم كلهم راوتنج بروتوكول. سيسكو بتريكومند ان راوتنج بروتوكول يبقى اي اس اي اس، وبالتالي كل السويتشات ديت لما بتيجي تتعامل على اللينكات بتاعتها ما عادش في سبانينج تري ما بينهم، لان كل اللينكات ديت دي بوينت تو بوينت اي بي لينكس، يعني كل سويتش كل لينك منه تاخد اي بي. افتكر كده ارجع للسويتشنج، احنا كنا خدنا حاجه اسمها راوتد بورت، كل البورتات ديت بتبقى راوتد بورت اللي هي لاير 3 بورت واخده اي بي كانها بورت راوتر ومشغل اي اس اي اس ما بينهم. وبالتالي بقت ننظف كده بس الرسمة،
بقى لو السويتش 2 عاوز يوصل لسويتش 1 عنده باثس كتيره جدا، يبتدي يحسب الكوست بتاعت كل باث زي ما كنا بنتكلم فور اكزامبل في الاو اس بي اف على المتريك، ويبتدي يختار البيست باث ويفتح التانل ما بين سويتش 1 وسويتش 2. تمام كده؟ طيب هنبتدي هنا نتكلم شويه تفاصيل عن الاندرلاي. فالاندرلاي هي موجوده علشان تبروفايد كونكتيفيتي ما بين النودز في الاس دي اي انفايرمنت. ليه؟ فور ذا بيربوس اوف سبورتنج في اكس لان تانلز، عشان تسبورت الفي اكس لان تانلز تفتح. عشان اعمل كده تو دو ذات ذا اندرلاي انكلودز سويتشز راوترز كيبلز وايرلس لينكس كل حاجه، وبيتعمل لهم كونفيجريشن واوبريشن علشان اقدر اسبورت الاوفرلاي تانل. تو بيلد ان اس دي اي اندرلاي نتورك كومبانيز هاز تو بيزك هاف تو بيزك اوبشنز او تشويسز. They can use their existing campus network, add new configuration to create the underlay. يعني ممكن يستخدموا النتورك اللي اوريدي عندهم ويغيروا الكونفيجريشن علشان يسبورتوا يظبطوا الاندرلاي انها تشتغل اس دي اي للاوفرلاي، او ان هم يشتروا سويتشات جديده خالص ويعملوا باراليل نتورك. يبقى في نتورك قديمه ونتورك جديده، لما يقوموا النتورك الجديده اللي هي هتقوم على الاس دي اي يبتدوا ينقلوا اليوزرز من هنا لهنا. تمام كده؟ طيب الاوفرلاي، الاوفرلاي السويتشات فيه هي نفس السويتش بيشتغل اندرلاي واوفرلاي، هو بيبني الاندرلاي وبعد كده بيفتح التانلز. طيب في الاوفرلاي بيبقى فيه شويه رولز، بيبقى فيه شويه ادوار للسويتشات. فبيبقى عندي حاجه اسمها فابريك ايدج نود، مشابه شويه للليف في الاي سي اي. ده اللي بيوصل عليه، ده اللي بيوصل عليه الاند بوينتس والاكسس بوينتس. طبعا هو شبه الاكسس سويتشز. البوردر نود دوت كانه كور سويتش في الديزاين العادي. هو عباره عن ايه؟ سويتش ذات كونكتس تو ديفايسز اوتسايد اس دي اي كنترول. For example, switches that connect to the WAN routers or to an ACI data center. يعني انت عندك في اللان العادية انت بيبقى عندك access switches وبيبقى عندك core switches وبيبقى عندك distribution. هرسم بس الdistribution بلون مختلف لسبب. طيب ال access switches اللي هي بتوصل على اليوزرز بسميها edge nodes. الكور سويتشز اللي هي المفروض بتوصلك على الاكسترنال نتورك، اللي هي بتوصلك بقى على الرواتر على اي حاجه تانية على داتا سنتر على اي حاجه، ديت بسميها بوردر نودز. طيب والديستريبيوشن، سيسكو قالت لك الديستريبيوشن انا مش محتاجاه في الاوفرلاي خالص، انا محتاجاه اندرلاي بس. يعني انا محتاجاه بس يعمل كونكتيفيتي ما بين البوردر والايدج مش اكتر من كده، ولو عاوز تلغيه خالص الغيه خالص ما عنديش مشكله. وحاليا فعلا الديزاينز زي برضو ما لو انت اتفرجت على البلاي ليست بتاعه الاس دي اي هتشوفها، الديزاينز حاليا بتبقى ان في ايدج وفي بوردرز بس، مش محتاجين الديستريبيوشن لاير ديت في اي حاجه. ولو محتاجها فانا هبقى محتاجها بس عشان الفيزيكال كونكتيفيتي. طيب وعندنا حاجه اسمها فابريك كنترول نود. انت فاكر احنا قلنا الاس دي ان ان انت عموما عندك على الديفايس بيبقى فيه مانجمنت وفي كنترول بلين وفي داتا بلين. طيب سيسكو عملت ايه بقى؟ المانجمنت نقلته على الدي ان اي سنتر، الكنترول نقلته على جزئين، سابت جزء منه ديستريبيوتد متوزع على السويتشات، كل سويتش عليه جزء من الكنترول، وحطت جزء كده سنترال كنترول على حاجة اسمها كنترول بلين نود. الكنترول بلين نود ديت ممكن تبقى سويتش او تبقى راوتر، بس هو ما بيفروتش ترافيك، هو ديديكيتد للبروسيسنج بتاع الكنترول بلين نود. والكنترول بلين في الاس دي اي بيتعامل ببروتوكول اسمه ليسب، وهنتكلم عنه كمان شوية.
طيب، والداتا بلين، الداتا بلين كلها سابتها على السويتشات العادية، تمام كده؟ ماشي. طيب لو انت عندك جرين فيلد ديبلويمنت، جرين فيلد ديبلويمنت يعني ايه؟ يعني انت لسه بتبني النتورك من الصفر. دي ان ايه ويل كونفيجر ديفايسز اندر لاي كونفيجريشن تو يوز راوتد اكسس لاير، يعني الدي ان ايه هيكونفيجر الحاجه علشان يستخدم حاجه اسمها راوتد اكسس لاير. راوتد اكسس لاير معناها ايه؟ زي ما احنا قلنا ان كل السويتشات هتشتغل لاير 3 وهيشغلوا راوتنج ما بينهم، كان هم ما بقوش سويتشات، كان هم رواتر. جميل؟ طيب وايه كمان؟ وهتبقى الفيلانات بس في حاله النتورك اللي تحت بس اللي هي واصله باليوزرز، لكن ما بينهم وما بين بعض كل دوت راوتنج. فراوتد اكسس معناها ايه؟ ان راوت الاكسس سويتشز تبقى مشغله راوتنج، ده معناها راوتد اكسس لاير. جميل. طيب because the DNA center knows it can configure the switches without concern of harming a production network, it chooses best underlay configuration to support SDA. ايه هي البيست underlay؟ happens to use a design called routed access. الراوتد اكسس دوت بقى فيه كذا فيتشر. اول حاجه كل السويتشات بتشتغل لاير 3 سويتشز. تاني حاجه بيشغلوا ISIS routing protocol ما بينهم. تالت حاجه all links between switches سواء single links او ether channel are routed، يعني عليها اي بيهات كانها رواتر. مفيش اس تي بي ولا ار اس تي بي، ما بقيناش محتاجينه. equivalent of traditional access layer switch اللي هو الاس دي اي edge node acts as a default gateway for end devices، يعني كل ديفايس الجيت واي بتاعته هو الاكسس سويتش بتاعه او اللي هو الايدج نود rather than distribution switches. كانت زمان الديستريبيوشن او الكور هو الجيت واي، لا في الاس دي اي الاكسس سويتش هو الجيت واي، وبالتالي انا مش محتاج اي فيرست هوب ريدندنسي بروتوكولز خالص زي اللي احنا كنا خدناها اللي هو الاتش اس ار بي والفي ار ار بي والجي ال بي بي. طيب هنا بيقارن لك ما بين النتورك قبل الاس دي اي والنتورك بعد الاس دي اي. قبل الاس دي اي انا كان بيبقى عندي سبانينج تري وبنختار بقى روت بورت وروت بريدج وبنبلوك بورتس وكده. بعد الاس دي اي بقت كله لاير 3، فمبدئيا ما عادش في ار اس تي بي ولا في اتش اس ار بي خالص، وهنا كان الجيت واي بعمله اتش اس ار بي، والجيت واي بتاع اليوزر هو الاكسس سويتش، والاكسس سويتش ده طالع بلاير 3 لينكس على فوق، والاي اس اي اس هو الراوتنج بروتوكول اللي ما بينهم. الفي اكس لان احنا مش هندخل طبعا في تفاصيلها لان الفي اكس لان موال طويل شويه، فاحنا بنعمل هو الفي اكس لان اختصار ايه؟ فيرتشوال اكستنسبل لان، تمام؟ بروتوكول تو كرييت تانلز في الاس دي اي، هو بيكرييت تانلز ما بين السويتشات وبعضها. طيب اس دي اي هاز ميني تراديشنال اديشنال نيدز بيوند ذا سمبل مسج دليفري نيدز ذات let it provide improved functions. To that end, SDA doesn't only route IP packets, لكن لو بيعمل لها encapsulation في tunnel ويبعتها من السويتش السورس للسويتش الديستنيشن على طول. تمام؟ ال VXLAN tunneling اللي هو الانكابسوليشن والدي انكابسوليشن must be performed by ASIC. فالاسكس بتاعت السويتشات بتسبورت موضوع ال VXLAN دوت او البروتوكول بتاع ال VXLAN علشان ما يقللش البرفورمانس بتاع السويتش. تاني حاجه VXLAN encapsulation must supply header fields that SDA needs for its features. هو بيقدر يسبورت كذا فيتشر في ال SDA اللي هم محتاجينها. The tunneling encapsulation needs to encapsulate the entire data. الفريم بالكامل بيتعمل له ان التانلينج، احنا كنا خدنا قبل كده ان التانلينج عباره عن ان انت بتخبي فريم جوه باكت جديده، وده هنا اللي بيحصل. الفريم بتتاخد ويتحط لها يو دي بي ويتحط لها اي بي هيدر ولاير 2 هيدر تاني. تمام كده؟ طيب. فادي فكره الفي اكس لان تانل اهوت، لان بيتحط اللان فريم وبعد كده الفي اكس لان هيدر وبعد كده اليو دي بي هيدر والاي بي هيدر وايثرنت فريم تاني هيدر، وبيبقى التانل مفتوحه من الانجرس ايدج نود للاجرس ايدج نود، الانجرس اللي هو داخل عليها والاجرس اللي طالع منها.
فمثلا هنا لما اجي اعمل اي بي هات، الاي بي هات هنا فور اكزامبل الاندرلاي، بدي كل سويتش من دولت لوب باك ادرس، وبدي اي بي بوينت تو بوينت على الانترفيسز بتاعته. ده الاندرلاي نتورك. الاوفرلاي نتورك بيبقى ممكن ليها اي بي هات مختلفه، اللي هو التانل نفسها بيبقى ليها اي بي هات. التانل ديت بتبقى كانها انترفيس، ليها سورس اي بي وديستنيشن اي بي، فالتانل نفسها كانها لينك جديده واصله ما بين السويتشين، وهي نفسها ليها اي بي هات مختلفه عن الاندرلاي. اوكي، احنا قلنا ان البروتوكول بتاع الكنترول بروتوكول اسمه لسب، لوكيتور ايدنتيفاير بروتوكول، او لوكيتور ايدنتيفاير سيرفيس بروتوكول، حاجه كده. ماشي، فكرته ايه بقى؟ بص، احنا كان عموما لما يبقى في يوزر اي بي هو 192.168.1.2، الاي بي دوت بعرف منه ايه؟ بعرف منه حاجتين. ايه اسم اليوزر؟ هنفترض ان الاي بي دوت بيعبر عن الاسم. وتاني حاجه، هو موجود فين اسمه، وهو موجود فين. طيب هو موجود فين دي كنا بنعرفها منين؟ من النتورك اي دي. لو الاي بي دوت مثلا سلاش 24، فكنا بنعرف من سلاش 24 دوت ان ده النتورك اي دي، وكنا بنقول ان ما ينفعش تحط نفس النتورك في مكانين. جميل. طيب بص كده معايا هنا، انت هنا يوزر 10.1.1.1 ويوزر 10.1.2.2. انا هنا لو اليوزرز ديت سلاش 24، يبقى انا كده عرفت ان دوت فين مكانه من اول ما اشوف 10.1.1، يبقى دوت موجود مع السويتش دوت، لان انا اللي موزع الاي بي هات. سيسكو قالت لك ايه بقى؟ هو الليسب دوت مش سيسكو بس، هي سيسكو بتستخدمه، ان مع القصه ديت الليسب جه قال لك طب ايه رايك لو انا عاوز اعمل حاجه اسمها سب نت اكستنشن. يعني ايه؟ انا كان بيبقى عندي مشكله لو انا يوزر قاعد هنا في مبنى، انت عندك اللابتوب بتاعك موصله في المبنى دوت، فانت واخد اي بي هنا 10.1.1.1، وانا عارف ان انا عندي بقى سكيورتي بوليسي حاططها لك كيوزر هنا على ال 10.1.1.1 ديت، تكونكت بايه وما تكونكتش بايه. جميل. طيب جيت انت رحت واخد اللابتوب بتاعك ورايح قاعد في مبنى تاني لظروف ما، عندك اجتماع، ما ينفعش تاخد نفس الاي بي 10.1.1.1. ليه؟ لان النتورك دي اصلا تبع المبنى ده مش تبع المبنى ده. طيب فانا مضطر هنا اغير لك الاي بي بتاعك، اغير لك الاي بي بتاعك هخليه 10.2.1.1 مثلا، بس البوليسي بتاعتك مش هقدر اطبقها، لان البوليسي السكيورتي بوليسي بتاعتك انا كنت حاططها على 10.3.1، دلوقتي انت بقيت 10.2.1.1، هعمل معاك ايه؟ ف الليسب بقى فكرته ايه؟ قال لك انا هخلي الاي بي بيحدد اسمك فقط، ما بيحددش اللوكيشن بتاعك، وعن طريق البروتوكول بتاع الليسب هحدد اللوكيشن. يعني ايه؟ يعني هنمسح ده كده ونتخيل حاجه تانية، ان انت هنا لما تيجي تتنقل هتتنقل بنفس الاي بي. طب ما هي السبنت اصلا هنا. قال لك مش فارقه. ليه مش فارقه؟ لان السبنت مش هتحدد اللوكيشن بتاعك. امال هحدد اللوكيشن ازاي؟ عن طريق البروتوكول اللي اسمه لسب، اللي هو لوكيشن ايدنتيفاير سيرفيس بروتوكول، هيقدر هو اللي يحدد اللوكيشن بتاعك ازاي. هتيجي انت هنا عند السويتش اللي مثلا اللوب باك بتاعه 4 2، وهنا السويتش اللوب باك بتاعه 4 1. ال4 2 وال4 1 دولت هيكلموا حاجه اسمها لسب ماب سيرفر. ماب سيرفر ال4 1 هيقول له ايه في الاول؟ هيقول له على فكره انا اليوزر 10.3.1.4.1 سلاش 32 بقى هيعامله على انه سلاش 32 معايا انا، والاسم بتاعي دوت بنسميه ار لوك.
اللي هو لوكيتور او راوتنج لوكيتور، ده عندنا. يبقى في الماب سيرفر دوت ال 10 واحد 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 مع السويتش اللي اسمه 4 وحال. طيب جه ال 10 واحد واحد ده واحد دوت اتنقل هناك، يقوم اتنينات باعت له، باعت للسيرفر يقول له ايه؟ على فكره ال 10 واحد 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 بقى معايا انا كار لوك، فيبتدي السيرفر يقوم شايله من الار لوك القديم، لاغي الانتر القديم وحاطط الانتر الجديد. طيب ديت ميزتها ايه؟ لما يجي بقى يوزر عاوز يوصل لل 10 تلات وحايد، اليوزر دوت واصل على سويتش، السويتش دوت لازم يكون مشغل الليسب، يروح يسأل الماب سيرفر يقول له ايه؟ بقول لك ايه، هو ال 10 تلات وحايد ده انا عندي ترافيك ليه، هو تبع انهي سويتش؟ فيقول له ده تبع الاربع اتنينات. يقوم السويتش دوت عن طريق الفي اكس لان فاتح تانل بالاربع اتنينات، باعت الترافيك على طول لليوزر ده. تمام كده؟ واضحه كده؟ لو مش واضحه وقف الفيديو ورجع تاني الاعاده ديت. وطبعا انا هنا بشرحها باختصار شديد، هو انت هتاخدها بقى بكل التفاصيل ان شاء الله في البلاي ليست بتاعه الاس دي اي. طيب مين اللي بيعمل قصه الليسب ماب سيرفر دوت؟ فاكرين الكنترول بلين نود اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي ممكن تبقى راوتر او سويتش؟ هي ديت كنترول بلين نود، ديت عباره عن سويتش او راوتر بحطه في النتورك، بيبقى كده على جنب كده في النتورك، ما بيعديش عليه الترافيك، هو بيبقى مسؤول كله عن المابنج سيرفر ده. طيب فهنا زي ما احنا لسه قايلين، انا الار لوك دوت عندي اند بوينت ايدنتيفاير اللي هو اي بي بتاع الاند بوينت 10 1 3 0، المفروض يعني ان الاند بوينت بيبقى سلاش 32، فهي المفروض تبقى 10 1 3 1 مثلا. هاخده هروح للماب سيرفر هقول له ايه؟ على فكره ال 10 1 3 0 سلاش 24 عندي انا، انا الاي دي بتاعي 172 16 3 3. ويجي سويتش 4 يقول له ال 10 1 4 0 عندي انا 172 16 4 4. تمام كده؟ طيب جميل. وبعدين يبتدي بقى حد عاوز يفتح او يبعت ترافيك. هنا في يوزر عاوز يروح لديستنيشن 10 1 3 1 اللي هو مع ده، فيقوم عامل ايه؟ اليوزر هيبعت الترافيك للجيت واي بتاعه اللي هي سويتش 1، سويتش 1 هيروح يسال المابنج سيرفر لو سمحت هو ال 10 1 3 1 عند مين؟ المابنج سيرفر يدور عنده اللي هي الخطوه رقم 5 اهي، ويقوم باعت لي دوت يقول له ايه؟ ال 10 1 3 1 عند الار لوك ده 172 16 3 3. يقوم الار لوك دوت، هو هنا الاسهم مش مظبوطه يعني، يقوم الار لوك دوت فاتح تانل مع دوت ويقول له عليه. تمام كده؟ او يبعت له يعني الترافيك. طيب هنا بقى بالظبط زي ما انا قلت لك كده هيحصل ايه بقى؟ هيحصل التانل بتاعت الفي اكس لان اللي هيتباعت عليها الترافيك. طبعا هو في احتمالات كتير لموضوع المابنج سيرفر ديت، هتبقى ان شاء الله تعرفها في كورس الاس دي اي اللي هو اوريدي على القناه. ماشي. فهنا كل المانجمنت بتاعت المانجمنت انكلودنج الكونفجريشن والمونيتورنج بتاعت الاس دي اي بتحصل عن طريق الدي ان اي سنتر. طب الدي ان اي سنتر بيعمل ايه تاني؟ الدي ان اي سنتر بيعمل مانجمنت للنتورك سواء شغاله اس دي اي او لا. الاس دي اي مع انه اوبشن مهم جدا بس ممكن ما تشغلوش، يعني انت ممكن تجيب الدي ان اي سنتر تستخدمه في المانجمنت سواء مونيتورنج او كونفجريشن وما تستخدمش معاه الاس دي اي، انت حر. وممكن تابلاي الاس دي اي في مرحله بعد كده او ما تعملوش ابلاي خالص. تمام؟ طيب هتلاقي برضو هتلاقي برضو بلاي ليست تانية على التشانل بتشرح الدي ان اي، فانا رايي ابتدي الاول بالبلاي ليست اللي بتشرح الدي ان اي، سوري دي ان اي، افهمه وهتلاقيها ظاهره لك دلوقتي، وبعد كده ابتدي بالبلاي ليست بتاعت الاس دي اي، وهحطهم لك برضو في اخر الفيديو اللي هي الكاردز اللي بتبقى في اخر الفيديو ده. تمام كده؟ طيب في برضو ميزه حلوه قوي في الاس دي اي، موضوع السكيورتي، ان انت بتقدر تابلاي تكاتيجورايز برضو اليوزرز، تعمل لهم كاتيجوريز في
جروبس معينه، حاجه شبه الاند بوينت جروبس اللي احنا كنا بنتكلم عنها في الاي سي اي، بس اسمها مختلف. هنا اسمها تراست سيك او سكيورتي جروب، هنا سوري هنا اسمها سكيورتي جروب. وتعلم الترافيك بتاع اي يوزر جوه اي سكيورتي جروب بحاجه اسمها سكيورتي جروب تاج، وبناء على الاس جي تي بتاعه تبتدي تحدد انهي جروب يتكلم مع انهي جروب بانهي بورت نمبر. وميزه هنا كمان انك تقدر تحط البوليسز اندبندنت على بعضها، ملهاش علاقه ببعضها، وبالتالي تقدر ان انت تغير بوليسي او تمسح بوليسي من غير ما تاثر على البوليسز التانية. لكن انت لو قارنتها طبعا بالاكسس ليست العاديه، الاكسس ليست العاديه بتبقى حاجه كده على بعضها، لو غيرت فيها ممكن تبوظها كلها. فبص هنا مثلا، انت المفروض فور اكزامبل عندك 4 جروبس هم امبلوي انترنت بارتنر وجست، تبتدي تحدد حاجه اسمها كوميونيكيشن ماتريكس ما بينهم، لو السورس من اي واحده والديستنيشن من اي واحده. فتبتدي تقول ايه مثلا، لو السورس امبلوي بيكلم امبلوي اعمل له ايه؟ هنا نوت ابليكابل، هي لا هي ابليكابل في الحقيقه، يعني انا ممكن اخلي اليوزرز اللي جوه نفس الجروب ما يكلموش بعض. الامبلوي مع الانترنت بيرميت، الامبلوي مع البارتنر بيرميت، الامبلوي مع الجيست ديناي، وهكذا بقى. ابتدي احط تباديل وتوافيق، انا عاوز كل حد يكلم كل حد ازاي. تمام؟ طيب الاوبشن ده عموما اسمه سيسكو تراست سيك سكيورتي، ومحتاج مع الدي ان ايه ابلاينس تاني اسمه سيسكو اي اس اي او ايدنتيتي سيرفيس انجن، كل ده هتلاقيه في البلاي ليست بتاعت الاس دي اي. الدي ان ايه كمان بيقدر يعمل ايه غير ال اس دي اي؟ بيقدر يعمل نفس الحاجات اللي كان برودكت موجود برضه لسيسكو اسمه سيسكو برايم انفراستراكشر بيعملها. ده كان مانجمنت بلاتفورم، كان مانجمنت سيرفر بس مش اس دي ان، يعني ما بيعملش اس دي اي، ما بيعملش حاجه، هو مانجمنت فقط. تمام؟ واللي حاليا سيسكو منزله الدي ان اي عشان يريبليس السيسكو برايم ده. طب السيسكو برايم كان بيقدر يعمل ايه؟ سنجل بين اوف جلاس، هو لوحه واحده كده تقدر تتعامل بيها في كل حاجه، يعني جي يو اي واحده تقدر تتحكم منها في كل حاجه. بيقدر يعمل ديسكفري، انفنتوري، توبولوجي للنتورك عندك، بيرسم التوبولوجي، انتاير انتربرايز، تقدر تكونفيجر الانتربرايز كلها في نفس الوقت، ميثودز اند بروتوكولز، بيقدر يتحكم يعمل يستخدم الاس ان ام بي، الاس اس اتش، التلنت، السي دي بي، ال ال دي بي عشان يعمل ديسكفر وكونفيجريشن للنتورك. لايف سايكل مانجمنت، تقدر انك تعمل كونفيجريشن منه لكل حاجه، سواء انستول نيو ديفايسز اللي بيسموها داي زيرو، او وركينج ان برودكشن اللي هي الكونفيجريشن بتاعت الفيلانات والكلام دوت اللي بيسموها داي 1، او اي اون جوينج مونيتورنج وتشينجز اللي بيسموها داي ان كونفيجريشن. ابلكيشن فيزابيلتي، تقدر تشوف الابلكيشنز منه. كونفرجد وايرد اند وايرلس، تقدر تتحكم منه في الوايرد والوايرلس مع بعض، تقدر تعمل ايمج مانجمنت اللي هو تعمل ابجريد للاي او اس منه، تقدر تعمل بلاج اند بلاي اللي احنا كنا اتكلمنا فيها المره اللي فاتت، انك مجرد ما توصل السويتش بتاعك يسحب الكونفجريشن ويشتغل على طول. ده مثلا شكل من اشكال الدي ان ايه، بص بيقدر يرسم هنا التوبولوجي ويقدر يطلع لك، لو انت دوست على الـ على الـ السويتش يقدر يطلع لك معلومات عنه. تمام؟ طب الدي ان ايه بقى بيقدر يعمل ايه زياده عن السيسكو برايم؟ بيقدر يعمل ايزي كواليتي اوف سيرفيس، انه يطبق الكواليتي اوف سيرفيس على طول بضغطه زرار، هتلاقيها برضو ديت في الشانل في البلاي ليست بتاعت الدي ان ايه. انكريبتد ترافيك اناليسيز، يقدر يعمل اناليسيز للترافيك اللي متشفر، وديت فيتشر من سيسكو اسمها سيسكو ستيلث ووتش. ديفايس 360 وكلاينت 360، يقدر يجيب لك معلومات ديتيلد جدا عن الديفايس بتاعك وعن الكلاينت. نتورك تايم ترافل، يقدر يجيب لك هيستوري بتاع النتورك كانك بترجع بالزمن في النتورك. وباث تريس، يقدر يتريس الباث بتاعك من السورس للديستنيشن ويقول لك المشكله فين في النص، لو في اكسس بوينت، لو في كنترولر، لو في لينك، لو في اكسس ليست، في اي حاجه. تمام؟ طيب كده الحمد لله احنا خلصنا الشابتر دوت.
بالمناسبة الشابتر دوت هو آخر شابتر هشرحه في السي سي ان ايه. في الكتاب فاضل شابترين عن الاوتوميشن والسكريبتنج والبروجرامنج، بصراحة انا ماليش خبرة فيهم فمش هقدر ان انا اشرحهم علشان يعني ابقى واضح وصريح معاكم. طيب الحلقة الجاية ان شاء الله هتبقى اسئلة عن الاس دي ايه، الحلقة اللي بعدها هتبقى فيه كده كذا حلقة معرفش لسه عددهم كام، لسه ما سجلتهمش، هنعمل لاب كامل للاس دي ايه، سوري مش للاس دي ايه، للسي سي ان ايه كلها. وبعدها هيبقى فيه كذا حلقة بناخد فيها اسئلة مماثلة لبتاعة الامتحان، وهتبقى فيه حلقة ان شاء الله اخيرة نشرح فيها طريقة الامتحان بتبقى عاملة ازاي. شكرا جدا ليكم، اشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية، سلام.